أنا من مشارف معجزة عمر تسوى الكون، هذا اليوم يوم ناشبي واعتبارته، وأنا من عسير الهول عندي ذرة وحصون، ومن داعي أسلم عزوة المجد وحماته. يقول ارحبوا ثم ارحبوا عد ما تمشون، وكواكب سما الله والنجوم مجرته. أنا من مشارف معجزة عمر تسوى الكون، هذا اليوم يوم الناشبي واعتبارته، كتبت القصيدة واسمعوا هذا عشر الحون، ويا حظ من غنى من غير ما نبذيته، ليا سمع العقل يصيب الشوف وجنون ويطرب على الحنة وصوته وشلته، تمثل أباها في مجمع خالف القانون مثل جمع مزدلفة في الحج ووقته. يا ربعي عطوني شي من وقتكم تكفون، وحقق لقلبي كل شي من طموحته، في أكبر ميادين البقى والحفظ والصنع، لكم رضا ربي وفضله ورحمته. وانا من عسير الهول عندي دار وحصن، ومن أسلم عزوة المجد وحمته، ترى ثباتنا عنها العرب كلهم يدرون، قبل خدمة تبشر تعطي الواحد ثباته، ترى عسكرتها ما يقولون ويطلون، يضيف في حكم المضيف ومشهته، وضيفون يمن القاع فالعين يرتاحون، أنا أبوي لسلم وطقوس بضيافته. يقول ارحبوا ثم ارحبوا عد ما تمشون، سم الله والنجوم مجرته، أبويا الله يخليه ما ينقصر من دون، وكل العرب تدري بطيبه ووقفته، سلالة محمد عامر الناشب الدندون، عسى جدي المرحوم في وسط جنته، سمي ابن عامر والعرب عنه يقولون، هو اللي ما يحصى جود كفه ومدته، ترى مجلس الضيفان لو يتسع وتكون مليون، وطمعاتنا من ضيفنا كثر جيته، خلف ضيفنا ثم روع وضيفته مضمون، نقلط عليها نعم ربي وخيلته، لو تكلفتها مثل ما جمعه قارون ما يحسب لها الرجال منا حسابته، مجالس عسير اللي عليها ضيوف تمون، مثل ما يمون اللي عزم في محلته، أنا فاتح مجلس شيوخ عرب وعيون، مثل يوم ما الحجاج يفتح فتوحاته، مثل يوم ما الحجاج يفتح فتوحاته. أنا من مشارف معجزة عمر تسوى الكون، هذا اليوم يوم الناشبي واعتبارته، كتبت القصيدة واسمعوا هذا عشر الحون، ويا حظ من غنى من غير ما نبذيته، ليا سمع العقل يصيب الشوف وجنون، ويطرب على الحنة وصوته وشلته، تمثل أباها في مجمع خالف القانون مثل جمع مزدلفة في الحج ووقته. يا ربعي عطوني شي من وقتكم تكفون، وحقق لقلبي كل شي من طموحته، في أكبر ميادين البقى والحفظ والصنع، لكم رضا ربي وفضله ورحمته. وانا من عسير الهول عندي دار وحصن، ومن داعي اسلم عزوة المجد وحماته، ترى ثباتنا عنه العرب كلهم يدرون، قبل خدمة تبشر تعطي الواحد ثباته، ترى عسكرتها ما يقولون ويطولون، يضيف في حكم المضيف ومشهته، وضيفان يمن القاع فالعين يرتاحون، انا ابوي لسلم وطقوس بضيافته. يقول ارحبوا ثم ارحبوا عد ما تمشون، كواكب سما الله والنجوم مجرته، ابوي الله يخليه ما ينقصر من دون، وكل العرب تدري بطيبه ووقفته، سلالة محمد عامر.
فاته ترى مجلس الضيفان لو يتسع وتكون تستوعب القطرة الجنوبي مساحاته ترى صدورنا تاخذ مساحاته ها مليون وطمعاته نام ضيفنا كثر جيته خلف ضيفنا ثمر وظيفته مضمون نقلط عليها نعم ربي وخيلته لو انت مجالس عسير اللي عليها الضيوف تمون مثل ما يمون اللي عزم في محلته أنا فاتح مجلس شيوخ وعاب وعيون مثل يوم ما الحجاج يفتح